إيه مستحيل. في 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 فيه ابجديات، في ناس انا اخذت الموضوع يعني يوم تتوظف ما معك سياره، يقول كان تاخذ قرض. طيب ما معك سياره، ما معي سياره، اجيب سياره أيوة. منين؟ اسرق. يوم تجيب قرض تاخذ قرض وتجيب سياره عشان تروح لدوامك وتخلص شغل وكذا، يخليك مثل بلد فلان ما شاء الله على ماسك فلوسه وماسك راتبه وما شرى سياره. طيب هذاك ابوه جايب له سياره من بدري، ابوه موفر له سياره، ابوه يعطيه مصروف حتى اول شهرين في الدوام. فشوف الرساله، كبار السن هم 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 نور المجالس، ملح الحياه، هم ملح الحياه، وهم اكثر في انا احب اجلس معهم واستفيد منهم واتعلم منهم. ولكن كل قاعده شواذ، وما في انسان كامل مضبوط. لذلك في الحديث، في حديث عن كبير سن اخطا خطا، وكان موصوف في الحديث، ما راح اقول الـ 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 الوصف يعني، في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالفكره انت عليك تسمع لكبير السن الصغير. وتساعده وتحترمه وتحبه وتقدره وتجلسه في صدر مجلس وتتعامل معه كانه والدك المباشر. وهذا مو كلام جيف وبوستر، هذا شيء احنا نطبقه في حياتنا، هذا مطالب الناس. ولكن التجارب الناس اللي قبلك ما هي دستور، تجربة الشخص اللي عاش قدامك ما هي دستور، هي قصة. اللي يفيدك منها خذه، واللي ما يفيدك منها لا تأخذه. اللي يدخل في مخك، الله ما أعطاك العقل غير عشان تفكر نهائيا، ما أعطاك الله العقل غير عشان تفكر. يا ما كبار سن او مقربين من الدرجه الاولى ما دعموا بعض الناس في امور معينه وفشلوا، ما راحوا لها، حطموهم. ويا ما ناس تشجعوا وسووها واثبتوا العكس. يعني نفس كلام، انت وافق انا وياك برا. انا قدام اخش الاعلام هنا، قدام اصير على الشاشه، متاكد وعندي يقين في كم شخص معين لو اساله، على اني انا ما اسال في امور، انا من الشخصيات اللي من 15 سنه ما اسال، انا ما اشاور شيء في شيء. اللهم اني احترم ردة فعل القريب مني، سواء والدي، عماني، خوالي، لكني ما اتصرف اتصرف الخطا ان شاء الله. فاقول لك انا لو شاورتني بدخل برنامج واقعي قدام البرنامج، سالت بعض الناس قالوا ايش تبغى؟ ليش؟ شو الفائده؟ خليك في وظيفتك، امسك وظيفتك. ادري ان هالراي بيجي، بس انا لما اكون حاسب وضعي، حاسب اموري، وحاسب نتيجة البرنامج الواقعي والنتيجة اللي بعد وظيفتي واستمراري فيها والوظائف الثانية اللي حتيجي والرواتب اللي صارت هنا والراتب اللي عندي، طالما اني انا اسوي المعادلة هذه بنفسي وانا رجل بالغ عاقل راشد، ابمشي بتزبط اموري حتى لو شاورت واحد اثنين. لكن لو اشاور 10 في ترك الوظيفة حتى لو راتبها 4000 مثلا، صدقني يمكن ما تلقى احد يأيد كله واحد من 10 كلها، لانه ما هو بيتكلم عن المنطق اللي جربه. لكن انا لو اجيب له تجربه فلان، اقول فلان لا والله سحب وظيفه وعوضها الله، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول 3 أضعاف رزق امتي في التجاره، ما يقتنع بهالحديث اللهم صل وسلم على محمد الا اللي جرب، حتى تلقاه جرب بالصدفه. فيوم تقول فلان والله ترك وظيفته ما شاء الله ربي عوض، والان اعلامي ولا كذا ومشهور ويدخل بالاعلانات الى اخره، ايمانهم ضعيف شوي يعني في هالفكره، النتيجه ما يتصورها. فالخلاصة كبير السن احترمه، قدره، اسمع منه، استفد من تجاربه. بس النقطة اللي تصير عندك فيها لبس ولا ما انت مقتنع فيها، شاور غيره. إذا ما زلت تشاور، شاور غيره واطلع بالرأي اللي أنا ناسك. بقول لي كلمتين أبو سعد، اسلم خلاص الموضوع ريالي. أنا ترى إنسان عايم في كبر العقل ليس كبر العمر، لأن العمر مجرد رقم. يعني ما ياكلها الاحترام والتقدير، لا هذا واجب ولا انه في فضل بعد. ايه نفس ما قلت، انا يجون الحين شيبان احيانا عند البل، والله العظيم اني انا اجي لابوي اقول له مثلا، ولا مثلا يجون قبل بالبيت تقهون، تعال تقهوى، ولا بيجيني فلان اقول والله العظيم ما عندي ثوب مثلا، ملابسي بالمغسله، تعال عندنا بدري، وش المشكله؟ ها نجي تكمع مع احيانا اروح للبل ابوي، لا تلبس ثوب، نبي نجلس نبي نستانس بنلعب اللي بنضحك، والله نروح لهم عند البلب بدل. احيانا يجون شله من شله ابوي، رجل كبار بس يجون يلبسون بدال، وضع حبي ودي يعني. رجولتك وعقليتك ما هي مربوطه بلبسك ولا مربوطه ودينك، ما يجيب مداخل، ما هي بالمظاهر، فهمت؟ مداخل. انا جانا مره ناس في العيد، وانا في العيد في مزرعتنا احب حظ مش فاهم
انا في العيد في الديره في العيد في مزرعتنا اشتغل، وانا من الملابس اللي احب اشتريها اللبس الباكستاني. دخل عندنا ريجي سلمت عليهم بالمخابر، ريجي بالمخابر، والله بعضهم يحسبني باكستاني، يوم دروا اني راعي ولد راعي المحل صاحب المحل كلهم مبسط ضحكوا. علق واحد من عمان قال هذا ولدنا خادمنا خدمنا، وانا لابس لبس باكستاني عشان يشتغل، اني اروح اشوف كرغرم واخذ ذبايح في عيد، احنا الظاهر في رابع العيد او خامس العيد، وانا احب اللي اشتغل تاخذ راحتي في اللبس. صالخين ذبيحه وكذا، ورحنا نعبي ستو، كانت القطه معي العزبه. يحسبوني عامل من لبس باكستاني. طيب ما عابني، هو لما شاف تصرفك محترم وواجب وقاعد تخدم على ربك وتساعد وتحط وتمشيل هنا عجبته. طيب انا لو ابدا وشفتني باللبس، انا جالس توني باللبس ما بديت ما شفتني اتحرك وكذا، انت قناعتك فيني ولا في اللبس؟ قناعتك فيني، قناعتك في شخصي، قناعتك في فكري، في تصرفاتي، ما هو في اللبس. فالله يخليهم منا و فرق العين. لا دريت سديت انا